حيوان، الله، حيوان لم يركب سفينة نوح. منتهين؟ ثلاث احتمالات، يا حيوان ما ركب بسفينة نوح، الحصان أم السمك؟ لو الأسد، أويل الأسد، هم رجع الأسد. يلا الأسد يا أسد، يلا شو تقول؟ أسد. منو؟ ها؟ الأسد. شو الأسد؟ الأسد؟ أويل الأسد، شو الأسد؟ ثبت. أثبت. ثبت، يلا ثبت. الأسد. خطأ يا أخوي محمد. اخويا محمد، يعني الاسد هذا حياته ما راح ما يربحكم ابدا، لا بعائلتي تربح ولا انا بربح الملايين. شلون الاسد؟ لا عاد شلون بقى الاسد حي؟ لا الاجابه الصحيحه هي السمك، لانه سمك طوفان فيضان، هو السمك. لكن الحصان والاسد صعده وخطيه، بس لا تزعل لا تزعل، كثف اشتراكك، تقدر تشترك مره ثانيه وثالثه ورابعه وان شاء الله تربح. بس دير بالك، هذا هو كان المفروض ان تبتعد عن الاسد، لان يعني حيوان ليس له اسنان يقول لي الاسد. اذا شكرا 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 جزيلا اخ محمد، وتحياتي لك ولاهلك ولكل اصدقائنا في اربيل. تحيه كبيره لاربيل الحبيبه.